وحول هذه الزيارة معنا عبر الهاتف من مدينة مراكش المغربية سعادة السيد محمد موسى البلوشي، عضو مجلس النواب، عضو الوفد النيابي المشارك. إذا نرحب بك سعادة الأستاذ في نشرة الأخبار. هل توضح لنا أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد النيابي إلى المملكة المغربية الشقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكركم تلفزيون البحرين على هذه التغطية الإعلامية لوفد مملكة البحرين في زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية. وتأتي هذه الزيارة انطلاقا من العلاقات التاريخية ما بين البحرين وما بين المملكة المغربية الشقيقة. طبعا شهدت هذه الزيارة عقد جلسات مباحثات برلمانية ثنائية بين المجلسين البرلمانيين برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، واجتماع مشترك كذلك مع معالي السيد نعم ياره رئيس مجلس المستشارين المغربي، ولقاء مع معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتناولت كذلك الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. كما أكد معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن سلمان المسلم موقف مملكة البحرين الراسخ في دعم المملكة المغربية الشقيقة ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بناء على سيادة ووحدة التراب المغربي ومساندتها ضد كل ما يستهدف سيادتها ووحدتها الوطنية، ومشيرا إلى قرار فتح قنصلية عامة لمملكة البحرين بين العيون المغربية تأكيدا للسيادة المغربية وترجمة لقوة العلاقات البحرينية المغربية، ومثمنا معاليه مشاركة رئيس الحكومة المغربية معالي السيد عزيز أخنوج ممثلا عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في اجتماعات القمة العربية بالبحرين. نعم، من مدينة مراكش المغربية سعادة السيد محمد موسى البلوشي، عضو مجلس النواب، عضو الوفد النيابي المشارك، شكرا جزيلا لك.